مساء الخير، مع حضراتكم المستشار العقاري محمود كساب، شركة ريال استيت جايد، استشارات عقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن مشروع إزدان، هو موجود في منطقة الداون تاون، في منطقة الشوبينج بالتحديد. المطور العقاري للمشروع شركة تاج مصر، كنا اتكلمنا قبل كده عن تاج مصر مع مشروع ديجويا في منطقة الار 8. شركة تاج مصر هي البروفايل العام للشركة، هي كان مبدئيا تعتبر واحدة من مجموعة الشركات الشركة المصرية الدولية، هي تأسست في 2006 وليها عدد كبير من المشاريع الحكومية اللي قامت بيها، عاملين المجمع بتاع محاكم جنوب القاهرة، وعاملين النادي الاجتماعي للعاملين في البنك المركزي، وعاملين كومباوند الديار المخابرات العامة الموجود في القاهرة الجديدة، وعاملين برضو مركز اسمه اللي هو المركز الرئيسي لبنك بلوم مصر اللي في أول شارع 90. وبالنسبة للعاصمة الإدارية الجديدة، وما طبعا كشركة مقاولات عاملين عدد كبير من العمارات والأبراج والمباني التجارية في الآر 5 والآر 3 وفي الآر 1. الحاجات دي تعتبر تبع لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان. الشركة هي ليها عدد من الأبراج السكنية والتجارية والإدارية في المهندسين بالتحديد، دي بتاعت الشركة يعني، وليهم أنشطة مختلفة. يعني في مجال السياحة عندهم شركة اسمها لاند مارك، دي خاصة للسياحة، عندهم شركة اسمها المتحدة للاستثمار الزراعي، عندهم الشركة المصرية للخدمات الفندقية، ده بالنسبة للقطاعات التانية. طيب الاستشاري الهندسي للمشروع شركة سبيس بتاعت دكتور مدحت الدرة، هو نفس الاستشاري بتاع مشروع دي جويا برضو. الأوراق القانونية هم معاهم قرار التخصيص حاليا ومحضر الاستلام. المشروع زي ما قلت لحضراتكم في منطقة الشوبينج، يعني يعتبر هو قطع الأراضي الصغيرة اللي في ظهر بيراميدز، هتلاقي فيه جنبيه المشروع بتاع إيفيرا وسمارت وزامول والحاجات دي كلها اللي هي كانت طرحت خلال الفترة اللي فاتت. المشروع أرضي وخمس أدوار بالكامل. طبعا المساحات بتبدأ من 30 متر، من 30 متر ممكن توصل لحد 115 متر بالتقريب. سعر المتر هنبتدي من الدور يعني هنبتدي من فوق لتحت، هتلاقي حضرتك سعر المتر في الدور الخامس أقل حاجة بيتراوح من 55 ألف ل 70 ألف، هتلاقي في الدور الرابع متوسط سعر المتر من 79 لحد تقريبا 94 ألف في منطقة الفود كورت، في الدور الثالث متوسط سعر المتر من 75 ل 90، وفي الدور الثاني متوسط سعر المتر من 85 ألف تقريبا ل 100 ألف، والدور الأول من 95 ل 110، وفي الدور الأرضي هيتراوح سعر المتر من 110 لحد 150 ألف جنيه. طيب بالنسبة أنظمة السداد، في نظام سداد بدون مقدم، ده بيكون على 6 سنين أقساط متساوية، في نظام بيكون مقدم 5% وده بيكون على 7 سنين، ده برضو أقساط إيكوال متساوية، وفي النظام الثالث بيبقى مقدم 10% وبعد سنة بيكون في دفعة تقريبا 5% وفي السنة التانية دفعة 5% والباقي على 8 سنين. طيب بالنسبة للنظام الرابع بنتكلم يعني هيبقى تقريبا على 9 سنين بمقدم 10% وبعد سنة دفعة 10% وبعد سنتين أو في تاني سنة بمعنى أصح دفعة 10%، وده هيكون على 10 سنين مش 9، هيكون على 10 سنين. طيب في البديل لي على 10 سنين برضو بس بالداون بيمنت 25%. المشروع التجاري بيبقى مش متشطب والصيانة بتكون 10%. طيب انا هوري لحضراتكم دلوقتي اللوكيشن بتاع المشروع موجود فين بالظبط، في منطقة الشوبينج في الداون تاون، وهوري حضراتكم برضو شكل الماستر بلان بتاعت الفلور بلان بتاعت المشروع وديزاين العام الخارجي. لو في حد عنده اي استفسارات سواء عن إزدان او في مقارنة ما بين المشاريع الموجودة في منطقة الداون تاون، او محتار ما بين الفرص الاستثمارية سواء في الحي المالي في الداون تاون في الام يو 23، يقدر طبعا ان هو يتواصل معايا من خلال الضغط على اللينك اللي بيكون موجود في اول الديسكريبشن. حضرتك مجرد ما تضغط معايا على اللينك ده هو بيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا، او رقمي برضو ظاهر مع حضراتكم، تقدروا طبعا تشرفوني بالتواصل في اي وقت. انا معاكم محمود كساب،
استشارات عقارية، شركة ريال استيت جايد، استشارات عقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشكرا جزيلا لحسن الاستماع. طيب انا فاتح مع حضراتكم البلان المرحله الاولى للعاصمه. احنا اتكلمنا عن مشروع اسدان هو موجود في منطقه الشوبينج في الداون تاون. مبدئيا حدود الداون تاون من الشمال طبعا الحي الحكومي والحي المالي ومنطقه الوزارات كلها ومحطه القطارات المركزيه، ومن الجنوب النهر الاخضر ومحور محمد بن زايد الشمالي، ومن الشرق امتداد المرحله الثانيه للعاصمه، ومن الغرب المحور بتاع العاصمة اللي هو يعتبر يعني موازي للطريق الدائري الإقليمي وقاطع العاصمة بالكامل وصولا لحد العين السخنة، طريق العين السخنة. تمام؟ طيب هتلاقي هنا برضو في فندق المزة. أوكي؟ ده بس شرح كده للعملاء اللي هي ممكن تكون لسه الموضوع جديد بالنسبة لها. يعني احنا عندنا بشكل عام المداخل بتاعة العاصمة الطريق الدائري الإقليمي من طريق السويس، في عندنا الطريق الأوسطي ويعتبر امتداد طبعا هنا للتسعين الجنوبي، محور محمد بن زايد الجنوبي ومحور محمد بن زايد الشمالي. حضرتك تلاقي هنا في كوبري بينزلك على طول على نزلة محور محمد بن زايد، فأول حاجة هنا هتقابلها هو المسجد بتاع الفتاح العليم. طبعا الطريق ده أو يعتبر المحور ده ممتد معاك بطول امتداد العاصمة بالكامل. طبعا النهر الأخضر هو ممتد معانا بطول المرحلة الأولى والثانية في العاصمة. طيب هنتكلم بالنسبة لللوكيشن بالظبط بتاع ديت كده منطقة الداون تاون، التقسيمة بقى بتاعت التخصصات اللي هتبقى موجودة في الأريا ديت. عندنا مسجد مصر موجود في المنطقة ديت قصاد ساحة الشعب، هي منطقة الشوبينج هي اللي متعلم عليها باللون الأحمر. طبعا هنا احنا وصلنا على طول بيراميد مول اللي هو قصاد فندق الماسا مباشرة، هي تعتبر القطعتين دول واخدة فيو على مساحة جرين اريا، وبعد كده فندق اللي هو مشروع بيراميد، وبعد كده فندق الماسا. طبعا هنا في المقدمة برضو في لافايت ولافايت فيليج واخد ناصية كورنر مع الحي الحكومي. كل المنطقة ديت هتلاقي حضرتك طبيعة الارتفاعات فيها ارضي وخمس ادوار لان ديت مشاريع خدمية ترفيهية. هنطلع هنشوف بعد كده هنا ده شكل التصميم، ده الشكل الخارجي للتصميم. يعني هو مديلك برضو أشكال كده للشاشات العرض ديت، هتبقى شاشات عرض دعائية هيتعمل فيها إعلانات للبراندات والمحلات اللي موجودة داخل المشروع. يعني الخدمات هيبقى في منطقة كيدز اريا، دي حاجة كده زي بلازا، التصميم الداخلي. طيب ده كده بقى شكل الفلور بلان بتاع الدور الأرضي. حضرتك الواجهة ديت الواجهة اللي هي زي الحرف اليو ده هو بيبص على المنطقة الجرين اريا ومشروع بيراميد مول، وقصادك بعد كده طبعا فندق الماسة. تمام؟ طيب المنطقة الخلفية ديت هي تعتبر كده قصادها على طول الشارع اللي بيدخلك على الداون تاون والمشاريع الكومبلكس اللي هي داخل الداون تاون. انت عند حضرتك كل المحلات اللي باللون الأحمر أو البينك ده دي بتبقى بتكون معاها مساحات أوت أريا، اللي بتبقى باللون الأزرق ده تقريبا دي بتبقى من غير مساحات أوت أريا. هنا الخدمات يعني شبه قليلة، يعني انت عندك بس هو بس سلالم اللي هي بتاعة الطوارئ، أسانسير، هنا بيبقى فيه زي حمامات مثلا أو تويلتس. يمكن أقل المساحات ممكن نقول مثلا بتبدأ من 28 متر، لا لا مش 28، ديت أوت أريا. هتلاقي في حاجات ممكن بتبدأ في أربعينات، في يعني معظمها بتبقى أربعينات. أربعينات هنا محل رقم واحد 89 متر معاه مساحة أوت أريا 23 متر. في المساحات ديت اللي هي مع من غير اوت اريا في 34 33 متر 32 متر نفس طبعا هنا في صيدلية حوالي 113 متر معاها اوت اريا حوالي 48 متر. تمام؟ طيب لو جينا الدور الاول كل المحلات ديت دي بتبقى من غير طبعا تراس مثلا او كده. هو هنا مديلك كذا مساحة 109 متر محل رقم 14 مع اوت اريا او تراست،
حوالي 63 متر. برضو هنا ده رقم 4 82 متر مع تراس حوالي 47 متر. معظم هنا محلات، هنا سلم زي طوارئ وأسانسير بانوراما، وهنا في طبعا المنطقة الخدمية. هنطلع للدور الثاني برضو نفس الوضع. الدور الثالث برضو نفس الفكرة، مفيش اختلاف كبير يعني. الدور الرابع هيبقى فيه منطقة الفود كورت، هنا في منطقة حوالي 95 متر وهنا في 146 متر فود كورت. نفس التصميم مفيش جديد يعني. ده بشكل عام طبعا كشرح كده مختصر بالنسبة للمشروع بتاع إزدان. لو حضراتكم عندكم أي استفسارات عن المشروع أو في مرحلة مقارنة، تقدر حضرتك تبعت لي من خلال الضغط على اللينك اللي بيكون موجود في أول الديسكريبشن. حضرتك مجرد ما تضغط معايا على اللينك ده، هو بيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا أو رقمي ظاهر مع حضراتكم. طبعا تشرفوني بالتواصل في أي وقت. شكرا.